مشاهدة أفلام التشويق والإثارة والرعب والغوص في مشاهدها تجعل القلب أقل استقراراً وترفع ضغط الدم. هذا ما توصلت إليه دراسة أخيرة لجامعة لندن نشرت في دورية الدورة الدموية. فالأفلام الأكثر إثارة تزيد من الخطر عند الأشخاص الذين يعانون ضعف القلب بالإضافة إلى الإجهاد فيزعزع استقرار صحتهم. فقد قام الباحثون برصد التغيرات عند 19 شخصا يعانون من مشاكل في القلب باستخدام أقطاب كهربائية وضعت في البطينين في القلب أثناء مشاهدتهم لفيلم مثير. نتائج التجربة أظهرت تأثير مشاهد الفيلم على إيقاع القلب الذي زادت ضرباته مما جعله أقل استقراراً بالإضافة إلى سرعة التنفس، وذلك يفسر الإجهاد العقلي والعاطفي عند الإنسان. وعلى الرغم من أن النتائج اختلفت من شخص لآخر، لكن الباحثين لاحظوا استمرار التغيرات في عضلة القلب بحكم تأثير مشاهد الفيلم على الجهاز العصبي اللا إرادي. ليخلص الباحثون إلى أن الأفلام لها تأثير مستدام بسبب الطبيعة الديناميكية والمؤثرات السمعية والبصرية، وقد تكون السبب الأساسي في دخول المستشفيات. زينب خرفاتي، العربية.